هذا السائل يقول: صاحب الفضيلة، ما هي الطريقة التي ألزم فيها نفسي طريق الخير مع حبي له، ولكن نفسي أحيانا تفكر في الشهوات، وأحيانا تحب ثناء الناس على عمل الخير الذي أعمله، مع العلم أني أعزب غير متزوج؟ السؤال هذا يدل على خير إن شاء الله، يدل على أنه ما يكمل نفسه، وأنه بحاجة إلى الهداية وبحاجة إلى، فلا شك أن السبيل إلى هذا هو تدبر القرآن، تدبر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، طالعت كلام أهل العلم في تفسير القرآن وتفسير كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والسير على منهجهم، ومصاحبة أهل الخير، والبعد عن أهل الشر، والجد في طلب العلم، الجد في طلب العلم على أهل العلم، لا على نفسك ولا على المتعالمين ولا على أهل الضلال، وإنما على أهل العلم المعروفين به، حتى تتحمله عنهم كما تحملوه عن من قبلهم. هذا هو الطريق الصحيح إن شاء الله، مع العمل، إن العمل يزكي العلم وينميه ويثبته. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.